أبدأ معك أحمد سنجاب من الجنوب اللبناني، ما آخر التطورات لديك على ما يبدو أن هناك تصعيد كبير ما بين حزب الله وإسرائيل منذ ساعات الصباح ومحاولات أممية ربما للتهدئة، ما التفاصيل لديك أحمد؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل التصعيد مستمر وربما اتخذ منحنى جديدا خلال الساعات القليلة الماضية مع قيام حزب الله بتنفيذ سلسلة من العمليات التي استخدم فيها مسيرات هجومية باتجاه قواعد عسكرية إسرائيلية، من بينها قواعد مستحدثة كتلك القواعد التي تخرج منها الأدخنة الآن ولا تزال مستمرة، رغم أن استهداف حزب الله لهذا الموقع العسكري الإسرائيلي قد مر عليه أكثر من ساعة، ولكن الدخان لا يزال يتصاعد من هذا الموقع كفار يوفال الذي تم استهدافه بسرب من المسيرات قبل قليل أو قبل نحو ساعة أو أكثر قليلا من الجنوب اللبناني باتجاه هذا الموقع. ربما كما ذكرت الزميلة دانا أن بالفعل ربما يبدو أن هناك جهود لمحاولة السيطرة على هذه النيران التي اشتعلت جراء العملية التي نفذها الحزب. عملية كفار يوفال واستهدافها بمسيرات لم تكن العملية الوحيدة اليوم، ولكن ربما كان المسرح الأساسي للعمليات قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية التي تم استهدافها اليوم بثلاث عمليات، عمليتان استخدمت فيها الصواريخ المباشرة وعملية استخدمت فيها المسيرات، وربما العمليات الثلاث أصابت أهدافها في قاعدة بيت هلال القريبة أيضا من هذه المنطقة، ولكن هي إلى اليمين قليلا من ناحية المستعمرة المطلة الموجودة في الجليل الأعلى والتي تتجه إليها الكاميرا الآن. هذه هي مستعمرة المطلة، قاعدة بيت هلال كانت الصواريخ موجهة في هذا الاتجاه، وربما العملية الأولى فقط التي أطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ اعتراضية، وربما لم تنجح الصواريخ الاعتراضية في استهداف كافة الصواريخ التي أطلقت من الجنوب اللبناني، ولكن شاهدنا في أجواء مستعمرة المطلة والمنطقة المحيطة بها الصواريخ الاعتراضية وهي تحاول اعتراض الصواريخ المطلقة من الجنوب اللبناني، كان هذا في العملية الأولى فقط، ولكن العملية الثانية بالمسيرات تجاه قاعدة بيت هلال وصلت دون أي اعتراض، والعملية الثالثة أيضا تجاه بيت هلال وصلت دون أي اعتراض، لتبقى هناك أيضا عمليتان نفذهما حزب الله من الجنوب اللبناني. العملية الأولى إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرات حربية إسرائيلية كانت في الأجواء اللبنانية وخرقت جدار الصوت، فبعدما بعد إطلاق الصواريخ الأرض جو لم تصب الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولكنها أجبرتها على العودة مرة أخرى إلى الشمال الإسرائيلي. والعملية السادسة التي نفذها الحزب اليوم كانت تجاه قاعدة جل العلام في الشمال الإسرائيلي واستخدمت فيها أيضا الأسلحة المباشرة، ولكن تبقى هذه الأدخنة وألسنة اللهب أيضا التي تظهر بين الحين والآخر دليل على التصعيد الكبير على الجبهة الجنوبية اللبنانية اليوم، علما بأن هذه العمليات تأتي ردا على سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية، أبرز هذه العمليات الآن هناك قصف مدفعي استهدف ربما هذه بلدة كفر كيلا التي تظهر أمامنا على الشاشة الآن، هذا هو القصف المدفعي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه هي الأدخنة تظهر بالفعل الآن. بالإضافة إلى ذلك كان هناك قصف مدفعي استهدف بلدة مركبة المجاورة لبلدة كفر كيلا التي تظهر أمامنا الآن، وقصف مدفعي وفسفوري استهدف بلدة الخيام التي تقع أيضا في هذا القطاع الشرقي والتي تتجه إليها كاميرا القاهرة الإخبارية الآن. الخيام هذه استهدفت اليوم بسلسلة من العمليات التي استخدمت فيها أو التي أطلقت فيها المدفعية الإسرائيلية عدد من القذائف المدفعية على هذه البلدة، بالإضافة إلى قصف فسفوري شاهدناه أيضا على الهواء مباشرة في إحدى المداخلات السابقة مع النشرات، وبالتالي التصعيد لا يزال هو سيد الموقف على الجبهة الجنوبية اللبنانية حتى الآن.